بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. في مواضيع اجتماعية وحياتية ياما اتناقشت في البرامج والقنوات، يمكن يعني بعدد شعر راس كل اللي بيتفرجوا علينا، زي مثلا موضوع الزوجة التانية أو الزوج التاني أو التعدد. ومن كتر ما اتناقشت واتحللت واتقال فيها كل اللي ممكن يتقال، خلاص بقى ما بقاش في جديد. الجديد بقى دايما بيجي من حكايات الناس الواقعية، ومهما المؤلفين اتنافسوا عشان يكتبوا دراما كلها إثارة وتشد، عمرهم ما هيعرفوا يعلوا على الواقع اللي كل شوية نسمع منه قصص تخض، أو على الأقل بتعمل شوية دهشة. قصة من القصص الواقعية اللي أنا قريتها على جروب من جروبات الفضفضة النسائية على فيسبوك، واللي عملت لي الحقيقة نوع من أنواع الدهشة. واحدة ست كاتبة إنها اتجوزت جوزها وهو لسه على قده، بتقول إن هي رضيت بتقصيره وبسفره وبعده عني عشان خاطر نعمل مستقبل لأولادنا، وكانت بتستخسر تجيب لنفسها أكلة حلوة عشان تحوش له الفلوس اللي اتغرب عشانها وعشان يرجع بقى من الغربة ويرتاح. رجع جوزها من الغربة وفتح مشروع واستقر والأشياء بقت معدن، وأول ما ارتاح ماديا عمل إيه بقى؟ عمل إيه طبعا؟ كلنا حفظنا خلاص بقى بيعملوا إيه بعد ما الفلوس بتجري في إيديهم كده؟ بيتجوزوا تاني. جوز واحدة حلوة وصغيرة عندها 20 سنة، وجابها قعدها في الشقة اللي فوق مراته عدل، يمكن شايف بقى انه يعني ما فيش عدل اكتر من كده، الاتنين فوق بعض اهو في نفس البيت ونفس المستوى. الست بتحكي ان هي طبعا قعدت تعيط واستحلفت بكل حاجة، بولادهم اللي كان نفسهم ابوهم يرجع عشان يقعدوا ويناموا في حضنه، ابدا بسنين الغربة اللي شالت فيها يعني بطولها لوحدها مسؤولية ولاده ومسؤولية ابوه وامه في عز مراتهم، ابدا برضه ما شافتش في عينه أي نظرة رحمة ليها، ولا صعبت عليه، ولا حط في اعتباره الكلام ده خالص، واتجوز. وهو اتجوز من هنا، وهي بدأت الحسبانة عليه من هنا. اليوم اللي يطلع فيه عند مراته التانية تفرش سجادة الصلاة وتصلي، وتقعد بقى تردد حسبي الله ونعم الوكيل للصبح لغاية ما الدنيا تشقشق، الفجر يشقشق، لغاية الحقيقة ما جابت أجل الراجل ما ماتش، بس اتشل، عمل حادثة بعربية محملة خشب، والخشب كسر العمود الفقري وبقى قعيد. طبعا الراجل طلع من المستشفى على أم العيال بقى، هي اللي هتشيله بقى في مرضه. فالست بتحكي إنه بات عندها ليلة، وتاني يوم الصبح قامت فتح الشباك ونادها على 2 شباب في الشارع، وطلبت منهم إن هم يطلعوا يشيلوه ويحطوه في الكرسي بتاعه ويطلعوه لمراته التانية. طبعا الراجل بص لها بذهول وهو مش مصدق ان هي بتعمل معاه كده. فقالت له ايه بقى؟ اسمعوا الضرر، اسمعوا الضرر واتعظوا يا رجاله. قالت له زي ما كنت بصحتك يوم ليا ويوم ليها، يبقى في مرضك يوم عليا ويوم عليها. كده على طول يعني جبروت امراه. فالراجل يا عيني عيط. قالت له معلش، ما انت ما رحمتش ضعفي، انا كمان مش هرحم ضعفك. وده اللي حصل. هي بتحكي ان كل يوم العماره بتتفرج عليه وهو طالع نازل متشال على كرسيه من مراته الاولى لمراته الثانيه، وبتقول ايه، انا بشوف في عينه نظره الاستعطاف ومش قادره اتعاطف معاه، وهو مش عارف يطلقني لانه واثق ان الثانيه مش هتصمت كتير ومش هتستحمله كتير، وعرفت ان هي بتطلب منه فلوس ولو ما ادهاش بتعامله وحش. هي في نهايه قصتها بتسال الناس، طيب يا ترى انا صح ولا غلط؟ وبغض النظر اللي عملته ده صح ولا غلط، هي بتقول انها مبسوطه انها بتاخد حقها، لان جوزها اول ما القرش جري في ايده قال لها حقي، حقي اتجوز، وهي شايفه كمان انه من حقها انها ما تشيلش الشيله لوحدها. ملحمه دراميه واقعيه جباره. في طبعا من الناس اللي بتسمعنا دلوقتي اللي هيقول على الست دي ان هي قليله الاصل، وفي بيقول انه هي اللي عملته ده صح الصح. احنا هنسال بقى، هل اللي عملته ده هل في حرمانيه ولا ده فعلا حق ربنا؟ والقصه دي الحقيقه هتخلينا نناقش العدل بين الزوجات من منظور تاني خالص، غير المنظور اللي تعودنا نسمعه ونناقشه. انا هسال المشاهدين سؤال واتمنى الاجابه تجيلي في شكل قصص واقعيه. امتى الزواج التاني بيكون هو الحل، وامتى بيكون غدر وقهر للزوجه الاولى؟ هنسأل
ونسمع إجابات وافية ومستفيضة من فضيلة الشيخ محمد عبد السميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، اللي حضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال بس بعد فاصل قصير.